هي اللي فرق مع اللاعب الافريقي الان الكره الافريقيه متفوقه على الاسيويين، نعم. وخلنا ناخذها حتى بالمقياس العربي، اقوى المنتخبات العربيه حاليا هي شمال افريقيا ومصر. لماذا اختلفت؟ لان اللاعب الافريقي سواء في شمال افريقيا او حتى في افريقيا بقيه اجزاء افريقيا ذهب لتحسين وضعه المعيشي، استثمار موهبته لتحسين وضعه المعيشي، حافز يعني هناك حافز كبير اجتماعي سيفرق على مستوى اللاعب، على مستوى اسرته، على مستواه المعيشي فيما بعد، حتى مستقبله ومستقبل اولاده. لكن اللي حدث عندنا المعوق الاساسي اللي وقع انه اللاعبين، وانا اذكر مثال لاعب قبل عقده الاحترافي ما كان يجد قيمه وجبه بروستد مع زميله، هو اللي شاري له زميله، بعد 6 شهور في حسابه 7 مليون. صارت عنده صدمه حضاريه. صحيح صح صحيح. اي صحيح. اي هدف بروح لاوروبا؟ صحيح. ليش اروح عني اوروبا؟ في اوروبا الكابتن علي الحبسي راح في نادي نرويجي اعتقد ب 3000 دولار مبلغ بسيط جدا ماشي. ثم وصل الى 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 الدوري الانجليزي. الكابتن محمد صلاح راح الى بازل السويسري وبمرتب بسيط جدا الان، مبلغ شراء عقده وصل الى الى اكثر من 100 مليون يورو. الان القوانين التي سنت 7 إلى 8 لاعبين محترفين اجانب، اضافه الى تقليص عدد قوائم الانديه الى 28 لاعب، ستجد بانخفاض معدل دخل اللاعب السعودي في وقت من الاوقات اللي شهدت الكره السعوديه اوج عطاء. كان اللاعبين يتالقون لتحقيق البطولات مع انديتهم ومع المنتخب من اجل تحسين مستواهم المعيشي. طيب اما والله وصلوا الى الى مرحله كنا نسميهم رجال اعمال في الملعب. ماشي ما يبغى فنيل هذا النقد. هذا النقد الكويس. بيتزي المدير الفني